استكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وخلال الجلسة أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يؤكد رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من عدد من نواب المجلس في ذات الموضوع. خلال الجلسة أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يؤكد رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. النهاردة تكون بداية حقيقية، ولكن نحتاج فيها لجزء من التطبيق، ويمكن ده لمسناه أو طلبنا به في اللجنة، أن يكون على الحكومة أنها تصدر لائحة تنفيذية حقيقية وقابلة للتطبيق تعالج كل المشاكل الخاصة بالتنفيذ خلال الفترات الأخيرة. هذا القانون يا رئيس يمكن يكون بالفعل انفراجة أو يكون نموذج حقيقي يمثل إزاي نقدر نحافظ على هيبة الدولة وفي نفس الوقت نحقق صالح المواطن، وخصوصا أنه يلمس أكبر قدر من احتياجات المواطنين. كما أكد عدد من الأعضاء أن مشروع القانون يعالج إشكاليات القانون القائم من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وعدم إهدار الثروة العقارية. إن هذا القانون جاء معبرا عما يجيش في صدور أهالينا في كافة ربوع مصر، وهو نقطة مضيئة تحسب إلى الحكومة، وإن كان قانونا استثنائيا إلا أنه راعى البعد بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحق المواطن والدولة. مشروع القانون الجديد إن شاء الله يحفظ أموال المواطنين، لأن الوحدة المقننة لا شرعية في البيع في السوق العقاري بخلاف الوحدات المخلفة، فكل الشكر للحكومة على أنها قامت بتقديم هذا المشروع. وبعد المناقشات والمداولات وافق المجلس على رفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكنية أو محال أو أي مشروعات أخرى، وانتهت الجلسة العامة بالموافقة على 5 مواد إصدار لمشروع القانون، إضافة إلى المادة الأولى وبعض بنود المادة الثانية من المواد الضمنية، على أن تستكمل المناقشات بجلسة الغد.